والله لازم صندوق زي ما دكتور ناجية قالت لعلاج مرضى ضمور العضلات عامة في مصر. لازم الأدوية بتاعة ضمور العضلات الشوكي والدوشين كمان تدخل مصر. لازم يكون في مراكز رعاية للمرضى بتوع ضمور العضلات. غير ده وده احنا بنوصل في سن في أسر بيبقى فيها طفل واثنين وثلاثة، هو بيكبر وأهله بيكبر، بيوصلوا في مرحلة اهله لا هو عارف يراعي اهله ولا اهله عارفين يراعوه. فدول لازم يبقى فيه زي مراكز رعايه ليهم، يبقى فيها رعايه صحيه، رعايه اجتماعيه حتى. يعني الناس دي مهمشه جدا وطلباتها بسيطه، يعني احنا بس الشوكي بس هو اللي ليه ادويه وكم طفره كده في الدوشان، تقريبا 3 طفرات على حد علمي لاني مش ملمه قوي بيه، لكن بقيه مرضى ضمور العضلات محتاجين مراكز رعايه بس ومراكز لو نقول طب عليها. انتوا ايه الجهد اللي عملتوه حتى الان؟ احنا الحمد لله أسسنا جمعية هي تحت الإشهار حاليا، عملنا حصر للحالات، حصر للوفيات، بنقدم رعاية. يعني احنا دلوقتي معانا حوالي 220 حالة تقريبا ضمور شوكي، او خلينا نقول 230، وفي منهم حوالي 25 حالة دول اللي تحت سن سنتين. عندنا وفيات حدث ولا حرج طبعا، يعني من بالظبط اسبوع عندنا 3 حالات وفاة في 4 أيام بس 4 أيام. احنا تقريبا بنبقى عارفين مين، يعني الدور على مين، بنبقى مستشفين شعور حاجة زي صعب دي جدا. جدا جدا طبعا. احنا كل واحد مستني الدور جاي فين، في بيتي ولا في بيتك ولا. فالوضع صعب جدا طبعا. عايزين نخلص إجراءات الجمعية بتاعتنا، عايزين الجمعية تشهر، احنا فاضل لنا موافقات أمنية ورقم الإشهار فقط، لان احنا محتاجين ننشئ حساب نجمع فيه تبرعات مش للعلاج، لان العلاج مش هيدخل، ما ينفعش التبرعات. انا لو لميت تبرعات هجيب علاج الشهر ده، طب الشهر الجاي هجيب منين، اللي بعده هجيب صحيح منين؟ صحيح، ده علاج دوري. أزمة يعني بالظبط، علاج دوري، مش يعني مش علاج مرة واحدة وخلاص، لا ده زي السكر زي القلب زي الضغط. فانا محتاجة الصندوق ده او حساب التبرعات ده اجيب اجهزه للاطفال، اجهزه تنفس، اساعد في علاج طبيعي. احنا عندنا ناس، هو فعلا المجهود الفردي لوحده مش هيكفي، او اذا نهائي كفى مره مش لا لا هنقدر لا نعمل لازم الحكايه دي 200 مره. يعني بالظبط لازم مش بنتكلم دي ب 600 مليون حاله جنيه او يعني. حالتين ممكن اعالجهم، بس الباقي الباقي مظبوط. بالظبط، والباقي من حقه كمان انه يتعالج. ايوه، ومن حقه ياخد رعايه. طبعا من حقه ياخد رعايه، ياخد جلسات علاج طبيعي كويسه، علاج مائي، اجهزه تنفس، في بنحتاج اجهزه دعم، في عمليات، لان احنا بيحصل لنا تشوهات نتيجه المرض وعدم قدره الجسم ان هو يحمل على بعضه، بيحصل تشوهات، العظم بيفصل من بعضه، ما هو ما فيش كتل عضليه سنداه. وحتى عشان نعمل العمليات دي لازم يكون في علاج عشان العضله تقدر تدعم فعلا مكان العظم اللي خرج من بعضه. طب انت بتوجهي كلامك ده لمين؟ للرئيس. انا اولا واخيرا بناشد يعني الاب الرحيم في الرئيس السيسي، ارجوك يا ريس، يعني احنا محتاجين مبادره سريعه جدا وامر مباشر بدخول ال3 علاجات لاولادنا، وعايزين الموضوع ده يحصل بسرعه. احنا مش هنقدر ان هو يعني الاولاد حقيقي بتموت، يعني مش قادرين. الحالات بتسوء. بالظبط مفهوم خلاص، يعني الحالات بتسوء، فهو احنا لازم بنتكلم دلوقتي، احنا عدونا دلوقتي وعدوكم هو الوقت. بالظبط، انا لو بالزبط. يعني لو ما خسرتش طفل النهارده انا خسرت طفل تاني حصل له تشوه في العمود الفقري، حصل له انحناء في ظهره، حصل له خلع في الحوض. يعني كل يوم عندنا حاجه بتقع مننا، يعني مش شرط الوفاه، بس انا عارف انا رايح فين، انا عارف انا من غير يعني ريتاج اللهم بارك ربنا يرحمها ويصبر اهلها، قعدت 11 سنه بتعاني. لو كان ساعتها الدواء دخل طبعا كله بامر ربنا كان زمان ريتاج معانا النهارده. قعدت 6 سنين على جهاز تنفس. بص يا جمال، احنا بيدخل علينا الشتاء ده موسم الحصاد بتاع ارواح بالزبط. الولاد دي دور البرد بيدخلهم عينيها مركزه. ده هلع يعني. اذا احنا دلوقتي في وقت يعني دور برد، الدور البرد العادي بالنسبه لهم حركة. بيدخلهم عينيها مركزه والله دور البرد. فاحنا بنبقى قاعدين كده، يعني حاجه انت على قد ما بتقدر عايز تحافظ عليها، ازاي ما انتش عارف برضه انت بتعمل اللي عليك، بس المشكله التدهور سريع. يعني انا ما اقدرش اقول غير ان انا تدهور يعني سريع معاهم، هم مش قادرين لان ان جهاز المناعه ضعيف، العضلات ضعيفه، يعني ما فيش حاجه شايلاهم، ما فيش حاجه سنداهم. يعني انا باسم البرنامج باسم القاهره اليوم وباسم يعني
باسم انا شخصيا يعني، وانا واحد الحقيقه سمعنا قصص، اعتقد ان احنا مهتمين، ان احنا محتاجين ان احنا نهتم بالقصه دي، محتاجين تصرف سريع، محتاجين حل عاجل. ما يكفيش ابدا يعني ان احنا ننتظر، لان الوقت مش في صالح ارواح، وانا ما اعتقدش ان حد هيوافق على ان ارواح نبقى شايفينها بتروح واحنا نقدر نعالجها. ما اعرفش، انا شخصيا ما اقدرش اتحمل المساله دي. انا يعني احب اضيف حاجه بس لكلامي، انا كمان بناشد الرئيس، احنا عندنا احكام صرف الدواء، انا بناشد الرئيس ان هو يساعدنا ان احنا نصرف ننفذ الاحكام دي، احنا بقالنا سنين مش عارفين ننفذها، ومعانا احكام قضائيه، يعني احكام قضائيه وجبه النفاذ بصرف عقار، هو كان وقتها سبينرازا شركه بايجن، دي الاحكام اللي معانا، معانا اكتر من 20 حكم، ده غير اللي لسه قضاياهم متداوله. يعني انا معايا حكم قضائي والدواء موجود، ومع ذلك بنتي بتروح من بين ايديا، انا بنتي ده محتاجه ان يكون التامين الصحي هو اللي هو احكام على الحكم على التامين ووزاره الصحه ورئاسه الوزراء، احنا داخلين كمان على التامين الصحي الشامل، فده المفروض انه يعني هيشمل هذه المسألة. طبعا لازم الادويه دي تبقى متوفره في التامين العادي والتامين الصحي الشامل وعلى نفقه الدوله، لان طبعًا في مننا كبار في عدوا خلاص السن. انا بتمنى يعني ربنا يطمنكم وربنا يكون في عونكم وربنا يساعدكم. انا اسف مش عارف اقول ايه يعني، انا غير بس ان يعني لو في حد يقدر يعني يساهم في تسريع ما يحدث الآن، حد يقدر يمد إيده علشان يعني على الأقل ساعدهم، إذا ما كنتش يعني حت أو ما توقفش قدام إن يبقى في دواء لازم يتصرف وفي حكم ما ننفذش الحكم يعني. للاشتراك زوروا موقعنا alphatv.com أو اتصل على الأرقام التالية. ألفا قنوات الأسرة العربية.